اي انسان مرتبط بالست من اول ما بينزل للحياه بيستقبله ست وبياكله ست وبيحبه ست. ازاي نبقى كلنا طالعين من واحده ست وما عندناش تعاطف مع الحاجه اللي طلعنا منها؟ العلامات الواقعية انك بتجيب الديفو مش الشكل المثالي، انك لو في شرخ في الحيطة فيه، فانا دي في ذهني من زمان يعني. وانا عندي 3 سنين ونص كده رسمت البطيخ، عملت عليه نقط سودة كتيرة جدا، فواحد يمني بيقول لي يعني كل ده بذر؟ قلت له لا ده الذباب. تقريبا هو ده الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي، يعني الدبان والبذر مش معروفين من بعض والبطيخ اختفى. احنا عندنا عموما يعني مشاكلنا كتيره في الانفصام والازدواج والحاجات دي، يعني دي عندنا كتيره قوي باينه كمان قوي. كم معرض بقى ليا دي فور ذا هايست برايس، دي الست كسلعه يعني. الراجل الاقرع ده طبعا جاي بيقيمها وعامله هو عنده ازدواجيه يعني. لوحات وليد عبيد المرأة في مذبح الاستبداد، عنوان حلو. المجتمعات اللي بتتعرف من معاملة الأقليات والضعفاء المهمشين. المرأة بقى هي مش ضعيفة، هي مستضعفة، اتحكم عليها انها تبقى ضعيفة. زي ما الشباب اتحكم عليه انه يبقى ضعيف، مع انه هو القوة البشرية كلها. بحسد الشباب اللي دلوقتي عاقل واذكى من ابوه واذكى من مدرسه في الجامعه 100 مره ومستحملهم وقاعد ساكت بعقل ومنتهى النضج. بيقول لك ده شاب عايز كل حاجه تجيب. لا يا حبيبي، ارجل 100 مره من الجيل اللي بيتريق عليه ده. في بيشتغل شغلانتين وثلاثه. الشباب الحقيقي هو ده اللي بيشتغل ده. افكر كتير عشان ارسم. الفكره بتيجي وانت بعيد عن اللوح، ولما ارسم ما افكرش. وانت في اللوحه انت بتبقي يعني ملتبسة أو ملبوسة. الموديل عموماً لما بتيجي أنا بحب أتكلم معاه، لأن أنا شغلي زي المخرج، أقرب للمخرج، إن أنا بعمل الواقع بس مش بالشكل الواقعي، بخرج وأنا إخراج تاني، برتب مفرداته بشكل يؤدي للتعبير اللي أنا عايزه. الموديلز بتوع الفاشن والحاجات دي ما ينفعوش في الرسم، مش ناس حقيقية. أنا بحب أرسم حتى لما أرسم ست بنسبها الحقيقية، الكيرفات الطبيعية اللي في الناس. لازم المصريين يسألك وليه اخترتني أنا بالذات؟ هو عايز يسمع شوية مدح بقى. كل واحد أقعد أقول له لأن وشك فيه حاجة سبحان الله مش موجودة في أي حد. بس مجرد ما اللوحة بتخلص لا أنا ولا هو لينا علاقة باللوحة يعني ولا ببعض. مرة بتكلم مع واحدة هي كانت جاية لي عن طريق الصفحة بتاعتي إن عايزة تترسم. أغلب اللي بيطلبوا كده دول بيبقوا عندهم حاجة نفسيا، في مشكلة، في حاجة يعني عايزة حد فنان يعبر عنها. قالت لي أنت عارف حضرتك إن أنا اتسجنت قبل كده؟ اتسجنت آداب. أنا مش من النوع اللي بيستغرب أي حاجة يعني. قالت لي انا اشتغلت في الاول سكرتيره، انا شهاده متوسطه، ففي الاخر لقيت ان هي نفس الشغلانه يعني. فواحده صاحبتي قالت لي طب ما تشتغلي في مجال تاني بقى يعني اوضح وتاخدي فلوس اكتر. فرسمتها اللوحه بتاعت بنات الليل الشرفاء ورفضت ليها كذا بيع. احساسي دلوقتي كله في اللوحه اللي جنبي دي. هي بتتكلم عن الواقع الافتراضي، الحالتين اللي الناس عايشاها يعني. تلاقي واحد مش لاقي ياكل وظروفه صعبه بس داخل مبسوط ان الناس عامله له لايك مثلا على
وسط يعني دي خلاص دي بتنسي كل هموم الدنيا. السوشيال ميديا عملت حاجتين يعني عكس بعض، انها خلت الجمهور كله يطلع على المسرح. الحاجه البوزيتيف انها خلت الناس اللي ماسكه الحنفيه بتاعت الشهره والاضاءه ما بقاش في ايدهم، بتعدي من فوقيهم وبيعدي من فوقيهم ناس تعبر وتيجي مصر. يعني في ناس بتيجي مصر هنا تقعد يومين عشان ارسمهم، وفي يجي يوم عشان يشتري لوحه ويمشي. توب 10 ارتستس ده انا طبعا، دي اسمها بولد سوتس اوف لاف، افكار الحب الجريئه. احنا انبياء جمال مش انبياء اخلاق. مش بيجي لي بلوك ارسم ايه وارسم ليه. اصعب حاجه في الرسم انك ما ترسميش، ده اصعب حاجه في الرسم، انك تتحرمي منه.